بيتو. خلونا دلوقتي نتابع مع بعض الأخبار اللي حصلت امبارح واللي شهدت مجموعة من الأحداث واللي كانت أبرزها. وزارة الصحة أكدت فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. كمان وزارة الهجرة سلطت الضوء على مميزات وخدمات صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج. كمان وزارة التربية والتعليم أصدرت توجيهات بشأن مواعيد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة. تفاصيل أكتر هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 454,879 مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة تحت شعار 100 مليون صحة، وده منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم بهدف الوصول لجيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة. امبارح نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج انفوجراف سلط الضوء على المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج المقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج اللي هيقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم. وكشف الانفوجراف أن الصندوق سيكون تكافلي واستثماري لأعضائه ويوفر ما يحتاجه المصريين بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه طوعي واختياري وليس ملزم، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد. امبارح وفي إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع اللي بتبدأ بامتحان اللغة العربية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، منها عدم تأخر دخول الطلاب للجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحاً لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة 9 صباحاً، وده مع متابعة كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما تم تجديد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.